انشهرت مناطق الجزيرة السورية والبادية السورية ببيوت الشعر وصناعتها. فيا ترى كيف بينصنع بيت الشعر؟ وشو هي أقسامه وأنواعه؟ بينصنع بيت الشعر من شعر الماعز، بغزله وتحويله لخيوط باستخدام الدوك والمبرم. والدوك هو عبارة عن عصاية رفيعة مبرومة طولها ما بيتجاوز نص متر، بيستخدموها ليعملوا خيوط سودا أو بنية سميكة وخشنة الملمس. أما المبرم فهو بيشبه الدوك تماماً، بيستخدموه ليعملوا الخيوط المفتولة والناعمة. بعدين بتنلف الخيوط بشكل طابات حسب اللون، وبتنسج على شكل قطع كبيرة بالمنساج والصيصاية يلي بتكون مصنوعة من قرون الغزال، وبعدين بتتخيط ببعضها وبتتركب على عواميد مثبتة بالأرض بحيث تتسكر من ثلاث جهات، والجهة الرابعة بتضل مفتوحة، وهي المساحة المفتوحة بتكون أكبر قسم من بيت الشعر بيعدوا فيها الرجال والضيوف، وبتتسمى الربعة. أما المحرم فهو المكان المخصص للنساء، وبيكون مسكر من كل الجهات وإله باب صغير، وبينفصل كل قسم بالبيت عن الثاني بحاجز بيتسمى الزرب، وهو مصنوع من القصب. وبالبيوت الكبيرة بيكون مزين بخيطان صوف ملونة منسوجة على شكل زخرفات هندسية، وبيتزين بيت الشعر من جوا بالسجاد المصنوع من الصوف. أما أنواع بيت الشعر فبتنقسم وبتتسمى حسب فصول السنة أو بحسب حجمها. فإذا قسمناها حسب فصول السنة فهي كيضي، يعني صيفي، بيكون مصنوع من القطن أو كياس الخيش لأنه أبرد. وفي البيت الشتوي المصنوع من شعر الماعز يلي بيمتاز بحبسه للمي ومنعها من أنه تتسرب لجوات بيت الشعر. أما بحسب الحجم فبتتقسم بيوت الشعر لقطب، وهو بيت شعر صغير بيقوم على عمود واحد بنص البيت، والخص يلي بيقوم على عمودين، والمتولت يلي بيقوم على ثلاث عواميد، في المروبع والمخومس والمسودس والمسوبع والمتومن والمتوسع، وكل واحد حسب عدد العواميد يلي قايم عليها بيت الشعر. ببيت الشعر وحب ساكنه إله انكتب شعر وكلام حلو كتير، منه قصيدة ميسون بنت محدل زوجة معاوية بن أبي سفيان يلي بتقول: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وكلب ينبح الطريق دوني أحب إلي من قط ألوف، وأكل كسيرة في كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف، وأصوات الرياح في كل فج أحب إلي من نقر الدفوف، خشونة عيشتي في البدو أشهى إلى نفسي من العيش الظريف، فما أبغي سوى وطني بديلا فحسبي ذاك من وطني شريف. ومن الشعر يلي انكتب عن حياة البادية وبيت الشعر أبيات للأمير عبد القادر الجزائري قال فيها: يا عاذرا لامرئ قد هام في الحضر، وعاذلا لمحب البدو والقفر، لا تذممن بيوتا خف محملها وتمدحن بيوت الطين والحجر.